المرأة في القضاء السعودي هل تكون، هل يحق لها أن تكون مستشارة أو قاضية؟ من مع ومن ضد موضوعنا اليوم؟ معي على الهاتف أيضا مداخلة هاتفية من معالي من الرياض، ذهب وغادر. أنا عموما راح أقول بس معلومات يعني عن القضاء في الوطن العربي والقاضيات تحديدا. يعني في لبنان عينت أول امرأة في القضاء عام 1966 على، وكانت على سبيل الاستثناء وتعدل وضعها الآن وأصبح على شكل دائم، هذا عام 66 في لبنان. في السودان عينت المرأة في أوائل الستينات في القضاء المدني فقط، ثم تم تعيين أول قاضي عام 1968. نسبة القضاء في المحاكم التونسية، القضاء في المحاكم التونسية أكثر من 22% من القضاء هم نساء، وتولت في محاكم الأسرة والأحداث ارتبطت بهذا التخصص تحديدا في تونس. في اليمن أصبح عدد القاضيات يمثل في المحاكم المختلفة يصل إلى 14% من عدد القضاة. في الأردن تأخر تعيين المرأة في القضاء حتى عام 1996، يعني قبل فترة قريبة. هذا هو الجو العام بالنسبة للدول العربية الأخرى. في مصر تم تعيين أيضا قاضيات قبل فترة، وأيضا أخذ الموضوع جدل كبير، يعني ربما قبل عام ونصف تحديدا. في السعودية الإشكال، يعني في نقاش كبير حول الموضوع بين من يرفض وأيد، ولكن الطرفين الحقيقة يعني أدلتهم ليست قوية، من يرفض ليس دليله قويا، ومن يؤكد ليس دليله قويا. في هذه الحلقة راح نحاول أن نصل إلى نتيجة مع ضيوفنا ومع أيضا الاتصالات الهاتفية. يسرني رحب بالأخ عبد الرحمن من تبوك، أهلا وسهلا بك. ألو. أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بس أخي أنا عندي مداخلة بس بخصوص المرأة والقضاء. تفضل. نعم. تفضل. بخصوص المرأة يوم تقول تصير قاضية أو مستشارة، يا أخي احنا من عهد الرسول لنا اليوم في الجزيرة العربية ما جت امرأة مستشارة قاضي وقاضية، يعني وش اللي تغير في الوقت الحين عشان تصير المرأة قاضية؟ كان في عهد الرسول، في عهد عمر كان في امرأة يسمونها قاضية السوق. لا بس يعني احنا قعدنا الحين نتكلم يعني عن شيء، يعني ندور يعني دور ربع وحده كانت قبل نتكلم عنها، ما نتوقع من الشيء هذا يعني ما يصير. طيب اخوي عبد الرحمن بسألك سؤال، يعني انت ضد انه يكون في امراه قاضيه؟ يعني انا ضد، يعني بخصوص يعني ان احنا في الوقت هذا الحين يعني في الايام القليله اللي مضت يعني نشوف ان المراه كثر الكلام عنها انها تسوق وانها تصير قاضيه وانها تصير، يعني صار يعني بكره نقول المراه والرجل، قبل نقول الرجل والمراه، يعني ما انا شوف هذا شيء جديد داعم المجتمع. شكرا لك اخوي. شكرا اخوي عبد الرحمن، يعني وجهه نظرك نقدر نحترمها. ام حسام من جده اهلا وسهلا. اهلا بك. الحقيقه يعني مساله انه المراه تشتغل في المجتمع هي شويه فيها يعني اسمح لي زي مثلا السيدات انا اللي من اول امي وامك وغيرهم، يعني لو ما قدروا انهم هم يمسكوا المجتمع من زمامه، يمكن المجتمعات اللي كان اللي دحينا في اوروبا وغيره بريطانيا وكذا، هل انت شايف مجتمعاتهم فيها راحة البال زي مجتمعنا؟ يعني العمل بالنسبه للمراه غير انها قضاء او غيره شويه في بياخذ من حياها، بيبعدها عن بيتها، بيخلي الشغالات هم اللي بيمسكوا البيت. مع اني انا كنت مدرسة رياضيات لكني لقيت انه احسن لي اقعد في البيت واربي عيالي. جميل. طيب وعلى عيني وعلى راسي كل السيدات في المجتمع. طيب ام حسام شكرا لك، بس انا بسألك سؤال، يعني انا في مداخلتك، انت ليش افترضتي انه مثلا ما في راحة بال في اوروبا؟ راحت ام حسام، بس هذه القضيه الحقيقه ما اعرف يعني هي المبنيه على دراسات او لا. عموما نحترم كل الاراء. ام حسام فعلا تقول المراه في بيتها افضل، وهذا راي نسائي، يعني تقول ان عطائها في المنزل يكون افضل. وعبد الرحمن يعني يقول انه المجتمع عايش وماشي، ليش كثر الحديث الان عن المراه في مجالات كثيره؟ هل يعني ايضا عنده وجهه نظر راح نناقشها بعد ما نشوف اراء عشوائيه من الشارع السعودي نتابعها سويا حول هذه القضيه.
أيضا هذا الشيء بكل قوة كمان، لأن أنا عانيت من هذا الشيء وشفت هذا الشيء، لأن للأسف في بعض القضاة للأسف ما يتقبل وجود المرأة أمامه. الشيء الثاني عنده تحفظ شديد بالنسبة للمرأة، وعندنا الشيء الثاني فيها المرأة ما تقدر تبوح بكل شيء أمام القاضي، تخجل أو تتردد عن بعض الكلام. أما المستشارة بالعكس عندها الخبرة الكفاية عن المرأة بما يدور منها وأمور خاصة بها. كل الأمور اللي عند المرأة واضحة للشيخ، يعني ما في خبايا تكون مخبية. المرأة بتحس بقضايا المرأة وتقدر تمر بيها، فأفضل أنها تكون موجودة يعني جنب القاضي، لأن المرأة تكون فاهمة المرأة أكثر من الرجل يعني، وتأخذ تعطي معها أفضل، لأنها ممكن تخاف من الشيخ، من هيبة الشيخ أو كذا لما تباشر القضية أو كذا، وتخاف يعني إذا كان الموضوع حساس أو موضوع كبير يعني فيه طلاق، فيه أمور أو مشاكل كبيرة يعني، فيكون يعني تخاف من الشيء ذا. لأنه المرأة لها دور فعال في المجتمع، فأكيد إنه ما تقدر يعني تتقاطب الرجل بشيء داخلها. لما يكون لها مستشارة فإن المستشارة تعكس حقيقة اللي داخل المرأة في مجتمعنا. القاضي تكون أنثى في الوسط، فتكون تواصل أسهل، شرح قضيتها بتكون يعني بطريقة مفصلة أكثر، ما حيكون يعني جوانب اجتماعية، جوانب الحياة الموجودة عندنا لدينا، فيكون تواصل أفضل يعني تكون في الوسط بين القاضي والخصم امرأة. في وجود المستشارة هذه تحل قضايا كثيرة. الآن عندنا في قضية يعني حقيقة في المملكة حقوق المرأة في الميراث في مجتمعات، لا زالت في مجتمعاتنا هنا في المملكة لا زالت تمنع المرأة من الميراث. المرأة تستحي أن تطالب بميراثها بسبب إيش؟ وجود حائل. ما هو؟ ما في مرأة، ما في شخص يقدر يوصلها المعلومة هذه. المرأة تعاني في المجتمع السعودي وتستحي أن تبيح في قضايا كثيرة. لا لا ما أيد، علشان معظم السيدات بيحكموا بقلبهم ومشاعرهم، فممكن المساعدة تأثر أو تقنع القاضي إنه هو يكون شيء بقلبها بحساسها ومشاعرها. معظم السيدات زي كده. لطبيعة المرأة وأسرار المرأة ما تقدر المرأة تبيع أسرارها إلى المرأة زيها، يعني مهما كان المرأة بحد ذاتها وهي عنصر أساسي في المجتمع، هم يمثلون طبقة كبيرة منهم، يعني نسبة النساء في المجتمع يعني صارت تعدت نسبة الرجال صراحة، فنحتاج مثل هذه المستشارة كي توضح للشيخ مشاكل الحرمة، إيش تعاني منها المرأة، إيش تعاني منها في مشاكلها الخاصة اللي ما تقدر تبيعها للقاضي. أؤيد وبشدة وطالب، مش بس أؤيد، لأنه هي حتكون أقدر على معرفة احتياجات المرأة وأقدر على معرفة الجوانب عديدة، مثل الجوانب النفسية العاطفية الأشياء احتياجات المرأة بشكل أكثر من الرجل. ممكن في تكون أسئلة القاضي ما يقدر يسألها مباشرة لصاحبة القضية، لكن لو وجدت مستشارة وفهمت من صاحبة القضية قد تكون يعني لها دور كبير في موضوع إنه يعني يتحرى الحكم الصحيح في ذلك. أيوة أؤيد إنه يكون في حرمة في المحاكم، عشان إحنا بناخد راحتنا وبنتكلم معاها بحرية. مثلا إذا كان في مشكلة عندنا قضية حساسة، ما بفضل إنه يكون رجال بيطبع قضيتي أنا، أفضل أن حرمة لأنه هي بتفهمني أكثر. حرمة بتفهم للحرمة يعني. عيشوا معنا بعد الفاصل.